اولا انا عملي كان رئيس قسم الشريعه في جامعه الازهر. انا دخلت الازهر وبقيت شيخ في الازهر، ده بناء عن رغبه اهلي، لان انا اهلي كلهم مشايخ. انا جدي شيخ شلتوت لو كان شيخ الازهر، ده ابو والدتي. عندي العيله ثلاث ارباعها مشايخ، فانا دخلت الازهر حسب رغبة الأهل يعني. أنا ليا 17 كتاب. كنت مسلم زي أي مسلم، تعلمت الإسلام ودرست الإسلام. درست الإسلام في كذا بلد عربية مش في مصر بس. بالنسبة للسؤال إزاي أنا عرفت المسيح، سبب التحول هو الموضوع خد معايا وقت طبعا كبير. كان بدايته او سببه دعوة من اخ مسيحي ليا ان انا احضر اكليل فرح ابن اخوه في كنيسة، يعني دعوة اللي احنا بنسميها فض مجالس، يعني روتين بيعمل اللي عليه وخلاص، هو عارف اني مش هحضر يعني. فأنا فكرت مع نفسي، فكرت جدي إن أنا أول مرة في حياتي أدخل كنيسة وأشوف كنيسة من جوه الناس بتعمل إيه وإيه اللي بيحصل. بالفعل أنا رحت أحضر الإكليل، فالراجل قابلني بسعادة جدا واستقبلني كويس قوي، وبدأت أدخل قاعة الكنيسة. فحصل عندي شعور غريب، كأني جاي من مكان حر جدا داخل مكان مكيف. حسيت براحة، سمعتهم بيرنموا طقوس الزواج، الصلاة، حاجات جميلة كلها، عكس كل يعني اللي احنا كنا فاهمينه أو بين أو الأماكن المسيحية. طبعا بعد كده بقى يحصل لي موقف غريب، أشوف رؤية، أسمع ترانيم في الحلم، وأشوف كنيسة. حصل بعد كده موقف تاني او حلم تاني غريب اتكرر معايا 3 مرات، ان انا ابقى واقف على باب قاعة كنيسة، والقاعة طويلة جدا، وعلى بعد القاعة في الباستور او الواعظ اللي واقف كأنه كريستالك نور، انا مش شايف من كتر الضوء بتاع الواعظ او الباستور ده غير نظرة عينيه الثاقبة وايده بتقولي تعالى ادخل يعني، وابتسامته، وعلى بعده كانه واقف جنبي كلمني في ودني بيقول لي احنا النهارده مجتمعين علشانها. طبعا الحلم ده اتكرر معايا 3 مرات، فكان شيء غريب بالنسبه لي، يعني استلفت انتباهي ان انا في حاجه يعني لازم اعرف ده ايه، وكان بالضروره ابحث عن الانجيل عشان اقراه، عشان احاول افهم ايه اللي بيحصل يعني. فبدأت بعد كده أبحث عن الكتاب المقدس أو الإنجيل. طبعا أنتوا عارفين في مصر صعب في المكاتب العادية تلاقي الإنجيل، مش موجود نهائي، هو بيبقى موجود بس في مكاتب مسيحية طبعا ما يعرفهاش غير المسيحيين. المهم بعد فترة كبيرة من البحث أنا ماشي بالعربية لقيت كنيسة قدامي، ففكرت أنزل وأسألهم، وبالفعل دخلت سألت على سألت على رئيس الكنيسة. أنا بقول للراجل على الباب رئيس الكنيسة، فهو استغرب عن يعني رئيس الكنيسة، أنا ما كنت في الوقت ده مش عارف مين رئيس الكنيسة، أو ما عرفش إن رئيس الكنيسة يبقى يسوع يعني. فالراجل يعني ده قال لي عايز أبونا كذا، قلت له آه. دخل قال له الراجل كان فاضل يعني، استقبلني وراح بيا جدا. قلت له أنا بعمل دراسة مقارنة على الأديان، عايز الكتاب المقدس أو الإنجيل، قلت له عايز الإنجيل تحديدا يعني. فالراجل داني اهدهولي الكتاب كله على بعضه، البايبل كامل وبعض كتب مسيحية، وكان راجل كويس جدا. قال لي لو عايز اي حاجة في الدراسة بتاعتك، يعني شرح المسيح يعني حاجة مسيحية، انا اجي لك مكتبك، جيني اهلا بيك. وكان راجل عظيم يعني. المهم بدأت بعد كده اقرا الكتاب المقدس، اخدت الكتاب المقدس حطيته في اوض مكتبة البيت يعني. وطبعا ده كان صعب قوي،
لان احنا كنا بنعلم الناس في الازهر ان الكتاب المقدس او الانجيل تحديدا لو مسكته تتنجس 40 يوم. فزوجتي مجرد ما شافته طبعا انزعجت، قلت لها نفس الكلام، انا جايبه عشان اعمل دراسه مقارنه. فقالت لي خلاص انت بقى مسؤول عن الغرفه بتاعتك، وانا من دلوقتي ماليش دعوه بغرفتك، وانت مسؤول عن تنظيفها يعني. المهم انا بدات في القرايه، انتوا عارفين العهد الجديد 27 صفر، فبدات بالترتيب في القرايه. انا طبعا لاني حافظ القران وحافظ الاحاديث وقاري كل السير الاسلاميه، فده متسيف عندي يعني حافظه. فبقى يحصل عندي نوع من المقارنه ما بين اللي بيقوله الكتاب المقدس او الانجيل تحديدا واللي بيقوله الاسلام عن طريق القران او الاحاديث او السير الاسلاميه. فبدات طبعا القران في 26 ايه بتامر بالقتل، امر مباشر. قتلوا المشركين كافة، قتلوهم حيث ثقفتموهم، ضربوا فوق الأعناق، ضربوا منهم كل بنان. يعني آيات كثيرة تتكلم عن القتل، يعني تؤمر، كأن الله بيؤمر بالقتل. كمان في 186 كلمة تتكلم عن القتل ومشتقاته في القرآن. طبعا الإنجيل يعني أثناء القراية مفيش أبدا حاجة قابلتني فيها عنف فيها دم، بل بالعكس لقيت الإنجيل بيتكلم عن معاني سامية. يعني ألاقيه بيقول إنه بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار، مطروا للظالمين والصالحين، باركوا لعنيكم، أحبوا أعداءكم. طبعا كلمة جميلة وكلمة بسيطة وكلمة فيها سمو، يعني بعيدة عن العنف وبعيدة عن الكراهية بعيدة عن القتل. بدأت وأنا في مرحلة الإعدادي يبقى عندي تساؤلات كتيرة. برضو لازم نبقى فاهمين أن التساؤلات ده أمام منهج منقر. يعني إيه منهج منقر؟ يعني المنهج اللي بتعرض على كل المسلمين في العالم منهج منقر، مش هو الاسلام الحقيقي، لا ده اسلام منقى. الاسلام كله او كل الامور اللي انا عرفتها بعد كده عرفتها لما جيت اعمل ماجستير واعمل اعلامية دكتوراه، وهقول لكم ازاي وليه الفرق بين ده وبين ده ايه ازاي. يعني افتكر ان انا وانا في تالت اعدادي الشيخ اللي بيدرس لي بيقول ان احنا لازم نقتدي بالرسول قولا وفعلا وتقريرا. فطبعا معنى الكلام ده ان احنا نقتدي به في كل شيء يعني. فقلت له طيب يعني طالما احنا بنقتدي بالرسول في كل شيء، ده كان سؤالي وقتها وانا في ثالثه اعدادي، يعني ليه حسب ما هو مسجل يعني ليه الرسول جوز تسعة؟ ده حسب ما هو مسجل عند المسلمين يعني، لكن اللي انا عرفته بعد كده حاجة تانية يعني مش تسعة بس. المهم ليه الرسول يتجوز تسعة واحنا نتجوز اربعة حسب الاسلام يعني؟ فطبعا الشيخ وقتها انزعج قوي وقال لي انت عايز تساوي نفسك بالرسول وكده يعني. المهم ما ادانيش رد ولا اجابة، وكان يعني انا عايز ادي صورة البداية كانت ازاي، او الموضوع ما كانش طبيعي برضو بالنسبة لي. انا شخص مش متعصب، شخص بحاول افكر بحاول استعمل عقلي يعني، وكل ده زي ما قلت ما كانش مع منهج الاسلام الكامل. ده منهج المنقى. يعني ايه المنقى؟ يعني هاجيلكم بعد كده لما اوضح لكم ان القرآن كتب على مرحلتين. يعني في مرحلة لما نلاقي مثلا ايات بتقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها، نلاقي ايه تانية تماما عكسها تقول ولا تجنحوا للسلم وانتم الاعلون. ايه عكس ايه؟ نلاقي ايه بتقول لكم دينكم ولا دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ليه آيات تانية بتقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اقتلوا مشركين كفة، آيات عكس آيات تماما. يعني لما تدرس، أو لما إخواتي المسلمين اللي أنا بحبهم لأنهم أنا أهلي مسلمين ومن كبار المسلمين، فأحب إن إحنا ندرس نقرأ. يعني الدعوة مش عشان أنا بقولش لحد تبقى مسيحي ولا تبقى يهودي ولا تبقى أي ديانة، انا بقول له لا نحاول نفهم مع بعض، يا ريت انت تفهمني يا ريت انا افهمك اللي عندي وانت تقول لي اللي عندك. لازم الانسان يبقى عنده العقلية النقدية الفكرية. فبدأت انا زي ما قلت في الاعدادي الاسئلة النقدية لحد ما خلصت لسانس الشريعة. لسانس الشريعة ده عشان الناس اللي مش عارفة تعرف، يعني بيؤهل اي شخص انه يبقى مفتي، انه يبقى امام مسجد، داعية الى اخره يعني. وفي ناس كتير من مشاهير الدعاة معهم هذا الليسانس، فقط للأسف لحد ما بنحصل على هذا الليسانس احنا بنبقى دارسين الاسلام المنقى. يعني انا بقول لحضرتك الاسلام المنقى ده للي هو مع الليسانس شريعة، طب ما بالك باللي هو مدرس اصلا زينا وشخص عادي خالص. وده من دول كتير، وانا شفت ده واتقابلت بناس كتير بالشكل ده ومناصب واساتذه جامعه واو لا يفقه اي شيء عن الاسلام. يعني كل اللي همه حاجات توافه، انما اساسيات الاسلام ما يعرفهاش. ما يعرفش ان القران لما جمع عثمان بن عفان كان 7 قران، وان عثمان حرق 6 وخلى القرآن اللي موجود ده اللي هو بقى باسمه بقى يسموه قرآن عثمان او مصحف عثمان. وفي الوقت نفسه عائشة زوجة النبي افتت بكفر عثمان لانه حرق القرآن الصحيح اللي هو بتاع عبد الله بن مسعود. وقام اخو عائشة على رأس قيادة قاد المسلمين وقتلوا عثمان ورفضوا يدفنوه في مقابر المسلمين. دفن عثمان في مقابر الكفار وما مشاش في جنازته غير اولاده، ده خليفة المسلمين وقتها، ده المصدر بتاعنا او بتاع القرآن للمسلمين. فيعني شيء لا يتصوره عقل. يعني الناس للأسف ما بتقراش، ما بتحاولش تفهم. كمان امور كتير قوي لما بدأت اعمل الماجستير ببدأ اشوفها. ازاي ببدأ اشوفها؟ بشوفها لاول مرة. يعني في مكتبة في الأزهر اسمها مكتبة الإمام محمد عبده، المكتبة دي فيها أمهات كتب. يعني بتبدأ تشوف في المكتبة ده، المكتبة دي بيفوت عليها اللي هو بيعمل دراسات عليا بس، ممنوع تستعير أو تصور، أن تقرأ بس يعني فيها. بتبدأ تشوف الإسلام بالكامل بدون يعني التنقية اللي تمت او المنهج المعروض علينا، يعني بتشوفه كامل. يعني طبعا بنبدأ نشوف حاجات كتير قوي تستوقفنا وحاجات غريبة. يعني كمان اما نلاقي ان الاحاديث 660,000 حديث موجود، المتواتر منها او الصحيح منها يعني قليل جدا. يعني الامام ابو حنيفة قال 248، البخاري خلاهم 4000، قصدي مسلم خلاهم 4000، البخاري خلاهم 2000 وشوية، وهكذا. طبعا لحد ما عملت الماجستير والدكتوراه أنا عندي مجرد أسئلة، لكن أنا مسلم عادي. المهم لحد ما أرجع تاني، لحد ما بدأت أقرأ الإنجيل، دي كانت بداية بالنسبة لي. والرؤية اللي قبلها ان انا اشوف حاجة انا للأسف ما شفتهاش قبل كده. ولذلك انا بدعو كل اخواتنا اي ديانة انه يقرأ في كل الاديان. انا لما قريت الكتاب المقدس او العهد الجديد تحديدا تاني، بقول بدأت اكتشف حاجات غريبة. يعني انا بقول لكم ما لقيتش كلمة، ما فيش كلمة محبة في القرآن. الانجيل مليان كلمة محبة. يعني انا بتكلم مش لازم اقول ان انا بتكلم كمسيحي كمسيحي، لا بتكلم كانسان محايد طلع نفسه بعيد عن الاسلام والمسيحية وبيقرأ
وشايف صورة قدامه، لا قدامه او شاف قدامه كلام جميل جدا وكلام في خير للناس، في صالح للناس، والناحية التانية كلام في عنف، في قتل، في تعصب، في فناء للبشرية. فيعني ايهم هتختار؟ بعيد عن ان احنا نقول الصح والغلط، ايهما تختار بمنطق يعني؟ فلازم الامور تبقى يا اخوانا نفكر بالعقل شوية، نشوف ونقرا ونطلع، لان انا واثق تماما ان اي حد بيتعصب، للاسف العلم قال كده مش انا اللي بقول يعني، المتعصب اللي هو بيهاجم وبعنف وبشده بيقول على الشخص ده اللي هو بيثور، اللي هو متعصب، اللي هو مش عايز يفهم، اللي هو ما عندوش سعه صدر، بيقول عليه انه مريض نفسيا، بيقول عليه انه انسان ما عندوش صحه نفسيه، ما عندوش استعداد نفسي ان هو يسمع ويتقبل الاخر ويفهم. فيا ريت كلنا نصحى للحته دي، لان احنا متهمين كعرب ان احنا الجينات بتاعتنا جينات متعصبه. فعايزين نخرج من الاتهام ده، نحاول ان احنا مع بعض نفهم، نحاول ان احنا نكون اهدى، نسمع لبعض، نشوف الموضوع ايه ونتناقش فيه بالمنطق، ان انا مش قابل التاني عشان فيه ضرر للناس، فيه اذية للناس، وصل العرب للحال اللي هم فيه، وصلنا بقينا اخر بلاد العالم، للأسف زعمنا حضارة ما كانش موجودة، ولا وبالعكس تماما، ده اللي يقرأ التاريخ هيكتشف ان الايام اللي بيسموها الجاهلية كانت اكثر حضارة، للأسف هيكتشف ان الاسلام لما دخل اي مدينة كانت فيها حضارة او اي بلد كانت فيها حضارة اهدر هذه الحضارة وما تبقى نسبه لنفسه، ويعني مكتبة اسكندرية وحرقها ده مش خافي على حد يعني. طبعا في ناس هتقول مش عمرو بن العاص اللي حرقها، لا، اتحرقت مرتين، اتحرقت في الحرب اللي هي بتاعت القياصرة في اول مرة بدون قصد، انما المرة التانية كانت بقصد، عمرو بن العاص حرقها، ولما سأل عمر بن الخطاب وقال له طالما احنا عندنا القرآن الكتب دي كلها ما تلزمناش حرقها، ده معروف يعني، ده كلام ما نقدرش ننكره. فدي كانت المكتبة، ده هي كانت يعني اكبر مكتبة في العالم واكبر مكان اكاديمي علمي في العالم.